قلنا لك يا الصيف اكل الملوك يا مارو. قول رمضانية نفسها نفسها ايه نفسها ما تغيرت السلام عليكم اصدقائي، اليوم من اسطنبول رح انقل لكم الاجواء الرمضانيه الدمشقيه والعربيه، تحديدا من منطقه الفاتح، حيث تعتبر هذه المنطقه واحده من اهم المناطق لتجمع العرب والسوريين فيها. اليوم رح نبتدي جولتنا في سوق مالطا التاريخي. هذا اللي نحن هلأ فيه هون هو بداية سوق مالطا. سوق مالطا من أهم الأسواق المتواجدين فيه العرب والسوريين في منطقة الفاتح. فيه كتير محلات مثل محلات العطور والذهب والغذائيات والبهارات، بالإضافة إلى محلات البن والحلويات. هذا بوظة أمية هون، شايفين احد محلات البن السورية بهذا المكان. بما انه اجواء رمضان نحنا شوفوا التمر الهندي والليمون والجلاب حتى العرقسوس موجود هون بهذا المكان، واللي بيعرفوا الناعم اكيد اهل الشام. شوف هذا الناعم موجود هون، هذا احد المحلات الدمشقيه الموجوده ضمن شارع الفاتح. حتى محلات الاتراك المتواجدين ضمن هالمنطقه عندهم منتجات عربيه وسوريه. شايفين هون التمر هندي والجلاب. مرحبا عام، كيفك؟ ما شاء الله سوق مالطا يعني كثير من المحلات السورية والدمشقية والشامية هون تطلع عليه. يا ميت اهلا وسهلا، اهلين وسهلين عمو. والله هون بسوق مالطا يعني كلهم الحمد لله سوريين، كلهم شوام هون، يعني اغلب السوريين والشوام هون اكثر شيء، لانه اثاري وبشبه يعني سوق الحمدية عندنا بالشام. يعني ما شاء الله محلات حتى الاتراك انا مثل ما شفت عندهم منتجات سوريه وشاميه. اي أيوة والله، بما انه الزوار المنطقه لانه عمو لانه هون اكثر شيء بيلف عليها السوريين، يعني في شيء ما شاء الله كثير نسبه كثير كبيره يعني ان شاء الله. يعني شو سبب اختيارهم هالمنطقه للزار؟ لانه اثاريه، منطقه اثاريه الشام شوي تشبه الشام وحلوه، ويعني جامع الفاتح معروف. يعني قد ايه صار لك هون بالمنطقه عام؟ صلي 6 سنين. والله 6 سنين بالمنطقة. اي نفسها ما شاء الله. هاي مصلحتك من اول بالشام؟ مصلحتي من اول من زمان. اي ما شاء الله. اي والله. شلون الحركة، شلون اجواء رمضان هلا؟ والله هي الحمد لله ما في احلى من هيك، الحمد لله ماشي الامور الحمد لله. الحمد لله عم نساوي سموس وتمر هندي وجلاب وحمص وفول. الاجواء الرمضانية نفسها نفسها. اي نفسها ما تغيرت. ما تغيرت من اول. ان شاء الله الحمد لله. الله يرزقكم يا رب ويصل لكم الامور. الله يكرمك يا رب. الله يبارك فيك. أبو العز الدوماني. أهلا وسهلا. الله يكرمك. على راسي. الله يكرمك. نتابع باتجاه جامع الفاتح لفوق. هذا بتعتبروه فيكم سوق مصغر عن سوق الحمدية وسوق البزورية وسوق العصرونية بالشام. يعني بتشوفوا جميع المنتجات ضمن هالأسواق كلها هون. حتى محلات الذهب مثل ما شايفين موجودة ضمن هالمنطقة. للحلاقين سوريين ها. هي أحد محلات اللحمة السورية. أكيد الكل بيعرف ابو عبده بالشام، هذا فرع له في منطقه الفاتح في اسطنبول.
احد محلات البن. ريحة البن كل الشارع. هذا البن السوري والشامي مع الهيل، يعني بالشام عنا وبسوريا بشكل عام بيتميزوا بالقهوة مع الهيل. هذا الهيل شوفوا، هذا احد محلات الحلويات الموجودين ضمن هالمنطقه المشهوره طبعا، المحلات السوريه. هذا محل طيبة للذهب موجود هون ضمن هالمنطقه، كمان ضمن سوق مالطا. هذا احد محلات الاتراك، ورغم هيك المنتجات مثل ما شايفين عنده جميعها عربيه وسوريه، حتى اللي عم يجهزوا للمعمول. شوف قوالب المعمول موجودة هون. كل المنتجات العربية والسورية موجودة ضمن المحل. ازدحام ضمن هالمنطقة بشكل دائم، يعني مو بس لأنه رمضان، بشكل دائم في ازدحام بهذا الشارع، وفيه حركة كتير كبيرة وحيوية، كونه كمان ملاصق لمسجد الفاتح تماماً. منتابع جولتنا ضمن سوق مالطا بهذا الاتجاه. نورجيكم هلا عدة محلات اكيد اهل الشام بيعرفوها، بيعرفوا اسمائها، يعني معروفة ومشهورة باسمائها. هون مثل عطورات الغبرة هون ضمن سوق الفاتح، حتى محلات الخبز والمعجنات موجودة هون. هذا المعروف الشامي والسوري هون، قطايف. الخبز السوري هون، الخبز السياحي طبعا، حتى في عندهم الخبز السوري الشامي. شايفين الخبز كيف يطلع، ذكروني بايام زمان وقت نقعد نشوف الخبز كيف عم يمشي بالافران. بيطلع تازة الخبز من الفرن للمشتري فورا او للبائع للزبون. يعني كثير بتشوفوا محلات التمر والبهارات بهذا المكان. شوفوا الترتيب ما شاء الله، مثل ترتيب محلات البزورية عندنا بالشام. هذا بخور. ريحة البخور واصلة لآخر الشارع على فكرة. طبعا
طبعاً قبل 5 سنين تقريباً كان هذا الشارع جميع الكتابات فيه والأرمات والمحلات بالعربية، بعدين تبدلت للغة التركية كونه صار ممنوع كتابة الأرمات بالعربية. لهيك مو واضح لكم تماماً أنه تقريباً 80% من المحلات هي محلات عربية. هذا محل شيخ الكار القطايف. صوت العصافير بهالمنطقة رهيب. هاي أحد المحلات بزورية بس مصغرة يعني. منتجات نتابع بهذا المكان، هذا الشارع ضمن منطقة الفاتح. هذا الشارع بسموه نزلة الأمنيات لأنه بينتهي بأمنيات الفاتح أو مبنى أمنيات الفاتح. هذا الشارع امتداده كمان فيه كتير محلات عربية وسورية وهو تجمع للعرب بشكل عام. هذول احد محلات السوريين موجودين هون. هذا محل الموالح وجنبه مطعم، هذا مطعم طيبة بهالمنطقة. هذا احد محلات الموالح الموجودة ضمن منطقة الفاتح اسمه كركر، من اشهر المحلات واوائل المحلات العربية اللي فتحت ضمن منطقة اسطنبول. الأشخاص اللي بيحبوا المتة شوفوا مصاصات المتة وعلب المتة بكافة أشكالها موجودة عندهم هون. هون على يميني محل حلويات المختار، كمان من أوائل محلات الحلويات الموجودة في اسطنبول. المنتجات اللي عندهم الناعم، وين ما رحتوا بتشوفوا ناعم إن شاء الله. أكثر من الشام في ناعم هون. محلات الحمص والفول، هذا موز الجدي في منطقة الفاتح. كيف لا رأسوس معلم؟ فاسة وخمير. هذا محل موز الجدي.
هذا محل بوز الجدي في منطقة الفاتح، من أشهر محلات الحمص والفول مثل ما بتعرفوا في الشام. هون ممكن تشوفوا تجمع لمحلات الحلويات السورية، مثل ما شايفين محلات الحلويات هون جنب بعض، مثل منطقة الجزماتية بالشام بالميدان. هذا هون أحد محلات الحلويات، ومقابله تماما هذا محل حلويات زيتونة أوغلو. بما انه نحن هلا بالاجواء الرمضانيه، الحلويات العربيه والشاميه، هذا احد محلات الحلويات المشهوره ضمن منطقه اسطنبول، هذا محل زيتونه اوغلو. في عنده جميع الحلويات العربيه تقريبا، حتى عنده الكاسيتا، شوفوا الكاسيتا والبوظة العربيه، الشوكولا. هاي البامية، البامية اليابسة موجودة هون. حتى شوفوا الأجانب جايين عم ياخذوا عرق سوس وتمر هندي. يمكن مو عارفانة شو هذا، عامل لها عصير. محلات الألبان والأجبان كمان ضمن شارع الفاتح هون. هذا أحد محلات الحلويات في منطقة الفاتح كمان، هذا محلات حلويات السلطان العالمية. ما شاء الله ازدحام بالنمورة الهريسة. شوفوا 145 غريبة، الغريبة هذا النهش والمدلوقة والقطايف، شايفين؟ حتى عندهم هذا حراب اصبعه هون. هذا محل فلافل على كيفك في منطقة الفاتح. شوفي هذا الكيس الأبيض ما حدا بيعرفه إلا أهل الشام، هي الفأسة مستعملة للتسقية بزيت مثل ما بيقولوا لها. هي الفأسة هون، ما شاء الله العصائر في منطقة الفاتح كل المحلات، يعني أطنان من العصائر في شهر رمضان. التمر هندي والجلاب كل أنواع العصائر بتلاقوها. مو تشجيعا على الأرجيلة أبدا، بس حتى محلات الأرجيلة موجودة هون، حتى محلات الدجاج. كافة مستلزمات الأرجيل ممكن تلاقوها. استاذنا مكملين في منطقة الفاتح، وهلا متجهين باتجاه شارع يوسف باشا. شارع يوسف باشا يعتبر من أهم الشوارع في تركيا واسطنبول بشكل عام لتجمع العرب والسوريين. في شارع يوسف باشا كثير من المطاعم العربية والسورية، وكثير من الجالية العربية من كافة الدول العربية بتشوفه داخله، حتى مطاعم من كل الدول العربية. أحد محلات الحلويات السورية وتحديدا الحلبية، هذا المحل اسمه سنيورا.
هذا احد محلات الحلويات والمعجنات السوريه في شارع يوسف باشا في منطقه اكسراي، كثير مشهور، هذا من اوائل المحلات الموجوده ضمن اسطنبول. هلا انا متواجد في شارع يوسف باشا. يوسف باشا احد اهم الشوارع المتواجدين فيها العرب في اسطنبول. طبعا شارع يوسف باشا بيوقع في منطقه الفاتح، يعني استاذنا احنا حاليا في منطقه الفاتح. هذا ابو بيت محلات العربيه، طبعا باجواء رمضان كلهم بيحطوا الاكل بهذا الشكل، بيصفوه عشان الناس تشتري. الازدحام هون كثير كبير، المعجنات، القطايف. طريقة تحضير القطايف، تحط بقلبه اشطار واقرب باشا واقرب. طريقة تحضير القطايف كما شايفين بشكل مباشر. قلنا لك يا الصيف اكل الملوك يا مارو. هذا احد محلات الحلويات في شارع يوسف باشا، اسمه عباس اوغلو. هذا المحل حلويات سوري وعنده حلويات عربية. بجانبه تماما عدة مطاعم، منهم مطعم عراقي اسمه مطعم الموصولي. هذا المطعم كتير مشهور، بيقدم أكل عراقي كتير مشهور بهالمنطقة. حتى عندهم حلويات عراقية مثل ما شايفين، هاي الحلويات العراقية صراحة ما بعرف شو اسمها. هون محلات المجوهرات العربية في شارع يوسف باشا، محلات ملاصقة لبعض، هي محلات المجوهرات بهالمنطقة. من قد ما شفت معروك اليوم، يمكن اليوم ما افطر، خلص افطرت من قد ما شفت معروك. هذا حلويات نور طيبة في شارع يوسف باشا، كمان بيقدم حلويات عربية. هاي هون كمان محلات حلويات سنيورا، هذا كمان من أحد أقدم محلات الحلويات العربية في اسطنبول، بيقدم جميع أنواع الحلويات العربية. وملاصقه تماما محل حلويات سلورا، هذا محل حلويات سلورا في اسطنبول، كمان أحد أقدم محلات الحلويات في اسطنبول، ملاصقين لبعض تماما. بيقدموا انواع حلويات كثير طيبه، وانا مجربها بشكل شخصي والله، بنصحكم فيه اذا زرتوا هذا المكان تشتروا من عندهم. بيقدموا كثير انواع من الحلويات العربيه. طبعا حتى بالاتجاه الثاني، الصف الثاني هنيك بهذاك الاتجاه، في كثير محلات عربيه، بس انا حاول قد ما فيني اختصر وصور لكم المطاعم او المحلات المعروفه والمشهوره، لانه اذا بدي صور فيديو ليوم كامل ما رح يخلص وما رح نخلص، بس حبيت اورجيكم الاجواء، اجواء رمضان
من اسطنبول مباشرة خلال هذا رمضان إن شاء الله. إن شاء الله رمضان الجاي بيكون راح وباء كورونا وصارت الأوضاع أحسن وخلصنا من هالكمامة اللي عم نلبسها اللي كتير اخترقنا منها بإذن الله. هذا المطعم اللي على يميني هذا المطعم اليمني بيقدم مأكولات يمنية. هذا المطبخ اليمني شوفوا ما شاء الله كيف بيرحبوا الناس على الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. هي احد محلات العربيه ضمن اسطنبول شايفينها بيقدموا البن البن والحلويات عندهم محمصة يعني بشكل عام. هاي شارع يوسف باشا كمان في عنا محلات زيتونة أغلو وحلويات زيتونة أغلو الفرع الثاني لهم. أصدقائي وهيك تنتهي جولتنا لليوم، بتمنى تنال إعجابكم. لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونشوفكم فيديوهات قادمة وكل عام وانتم بألف خير.